السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم سوف نقوم بعمل خريطة يكون فيها خط يتحرك. كيف سنفعل هذا؟ هذا ما سنعرفه اليوم، تابعونا. في البداية سوف نحتاج صورة للخريطة نقوم بتحميلها في أي مكان. بعدها نقوم بنسخ هذه الصورة إلى نسختين. النسخة الأولى نقوم بفتحها في برنامج بينت، ثم نقوم برسم خط فوقها. ترسم خطا كيفما تريده باختيار اللون الذي تريده ونوع الخط. بعد أن ننتهي من هذه المرحلة نقوم بحفاظ هذه الصورة. بعدها نقوم بفتح برنامج فيلمورا ونحمل الصورتين اللتان قمنا بتعديلهما. الصورة الأولى لا يكون فيها خط، والصورة الثانية يجب أن يكون عليها الخط المرسوم في برنامج بين. نقوم بوضع هاته الصورتين. بعدها نتوجه إلى ترانزيشن. هنا نكتب في مربع البحث Erase Slide، ثم نختار هذا، ثم نختار هذا الذي هنا. بعدها نقوم بوضعه بين الصورتين التي قمنا بتعديلهما، ثم نجره قليلا حتى يشمل الصورتين. نشغل الفيديو لكي نرى كيف يبدو. كما ترون فإنه يبدو متناسقا، هذا ما نريده تماما. بعد كل هذا نقوم بعمل إكسبورت للفيديو. نقوم بفتح فيلمورا مجددا، ثم ننزل عليها الفيديو الذي قمنا بتحميله. هنا تأتي المرحلة التي يمكننا التعديل على الخريطة التي قمنا بإنشائها، حيث يمكننا إزالة بعض الأشياء التي لا نريدها في هذه الخريطة. نقوم بإزالة الجوانب التي لا تحتوي على أي شيء مهم. هنا نقوم بقص الفيديو. نحدد مكان طرف كل خط ثم نقوم بقصه، هذا لكي يسهل علينا عملية أننا نقوم بعمل زوم في الفيديو كما ترون الآن. عندما ننتهي من قص الفيديو نقوم بالضغط على هذه الخانة هنا لكي نقوم بعملية زوم إن على الخريطة، فكما ترون الآن. فستارت يجب أن نضعها في البداية التي سوف ننطلق منها، والإند سوف نضعها في طرف الخط لكي يكون هذا سلسا في عملية انتقال من البداية إلى النهاية. هذه العملية نقوم بها مع طرف كل خط كما تلاحظون الآن. كما ترون الآن فالشاشة تسير مع الخط. هنا نقوم بالضغط على هذه الأيقونة لالتقاط صورة آخر الفيديو، هذه الصورة التي تظهر أمامكم الآن، لكي يظهر هذا الفيديو بشكل احترافي في نهايته كما ترون الآن. فسوف نقوم بالتعديل عليها. هنا نقوم بتصغيرها قليلا. نقوم بالضغط على هذه الأيقونة لكي يتم عملية الزوم إن في الصورة لكي تظهر بشكل احترافي في نهايتها. فكما ترون الآن فأصبح الفيديو جاهزا، لكنه يبدو أنه سريع قليلا. فسوف نقوم بعملية slow motion لكي نبطئ سرعته قليلا. ها هو الآن أصبح جاهزا، ولكي نضيف بعض المؤثرات فيجب علينا أن نقوم بإحضار فيديو لطائرة ما
ونقوم بوضعه فوق الطبقة الثانية، ونقوم بالتعديل عليه حيث نقوم بقصه في بدايته ونهايته لكي يصبح بهذا الشكل. ولتقليل شفافية هذا الفيديو نقوم بالذهاب إلى Compositing، نقوم بالتلاعب في هذه الإعدادات هنا حيث نقوم بتنقيص هذا إلى 40 كما ترون. نذهب إلى Transition مرة أخرى ثم نختار Dissolve لنضعه في بداية تحرك الطائرة كما ترون الآن. كما ترون الآن أصبح الفيديو أكثر انسيابية مما كان عليه سابقا. بعد كل هذه المراحل ننتهي من صنع هذا الفيديو. وفي الأخير أود أن أشكرك على متابعتك لهذا الفيديو إلى الأخير، شكرا لك.